بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي طلبة المرحلة الرابعة في كلية القانون. أعزائي الطلبة، وصلنا بالمحاضرة السابقة في دراستنا لمادة القانون الدولي الخاص إلى موضوع تصوير الموطن في القوانين المقارنة والقانون العراقي. ما المراد بالتصوير للموطن في هذه القوانين، وما موقف القانون العراقي من ذلك؟ هذا وغيره من المواضيع الأخرى اللي تخص الموطن اللي راح نتناوله بمحاضرتنا لهذا اليوم. ابتداء أعزائي الطلبة، لابد أن تعلمون معنى التصوير الواقعي للموطن في القوانين المقارنة. يعني ما المراد بالتصوير؟ بالواقع التصوير يراد به هو المفهوم. يعني أقول لك تصوير الموطن، يعني شنو مفهوم الموطن بالقوانين المقارنة، وشنو مفهومه بالقانون العراقي. هذا التصوير أعزائي الطلبة ما أخذ شكل واحد بالتشريعات العالمية، تشريعات دول العالم. والسبب ليش ما أخذ هذا القالب الواحد أو الشكل الواحد، هو لاختلاف التوارث القانوني ومدى حاجة الحياة القانونية من دولة إلى أخرى لهذا المفهوم أو ذاك. يعني هو تصوير يعني مفهوم، وهذا المفهوم أخذ أشكال متعددة، ولكن عند تسليط الضوء على هذا المعنى فيتضح لنا أن هناك رأيين أو اتجاهين أو نظريتين تحكمان هذا التصوير. لما أسألك أقول لك شنو تصوير الموطن في القوانين المقارنة، أنت تقول لي تصوير ما كان واحد، كان متباين بسبب اختلاف التوارث القانوني، ولكن بالمجمل بالعموم ما يخرج عن اتجاهين. الاتجاه الأول يسمى بالتصوير الحكمي أو الافتراضي للموطن. شنو معنى التصوير الحكمي أو الافتراضي للموطن؟ معناه أنه الموطن هو موطن الشخص اللي يتمثل بالمكان أو المحل الذي يوجد به المقر الدائم والرئيس المن لأعماله. ركز هنا وياي عزيزي الطالب، المفهوم للتصوير الحكمي للموطن هو أن موطن الشخص مكان أو محل يوجد به المقر الدائم والرئيس المن لأعماله. هذا التصوير ما يهتم بالواقع. ليش؟ لأن الشخص ربما يكون مقيم بالمركز الرئيسي لأعماله، ولكن العبرة فقط، وين العبرة؟ بالمقر الرئيسي للأعمال. لما أقول لك تصوير حكمي، قل لي التصوير الحكمي يساوي المقر الرئيسي للأعمال الذي يعده القانون شنو؟ موطنا حكميا مفترضا. المقر الرئيسي للأعمال يعتبر موطن حكمي مفترض للشخص. لهذا السبب ما نستبعد أبدا أن يكون المقر الرئيسي للأعمال منفصلا عن محل الإقامة. ممكن عنده مقر أعمال رئيسي له، عنده محل إقامة آخر في مكان آخر. لذلك يمكن القول أنه وفقا لهذا التصوير الحكمي، أن الموطن هو غير المكان الذي يتخذه الشخص محل إقامته الدائمة أو المعتادة. قلنا قبل شوية أنه ممكن يكون منفصل عن محل الإقامة. أنا مركز أعمالي في مدينة بغداد مثلا، وأنا ساكن مثلا محافظة أربيل على سبيل المثال. صار عندي موطنين لو ما صار موطنين؟ صار عندي موطنين. الموطن حسب التصوير الحكمي أو الافتراضي يقول هو مقر الأعمال، هو يعتبر المكان الافتراضي لسكن هذا الشخص أو إقامته. يعني بمعنى آخر أنه الموطن وفق التصوير الحكمي هو غير المكان اللي يتخذ الشخص محل إقامته الدائمة أو المعتادة. يعني مو هو طالما ساكن في أربيل بمثالنا هذا، هذا مو موطنه ولا محل إقامته، وإنما عفوا هو مو موطنه، لأنه العبرة بالتصوير الحكمي هو مو محل الإقامة وإنما المركز الرئيسي للأعمال. وضارب لكم مثال، وهنا أضرب لكم مثال آخر. هنا مثلا نقول عندنا شخص يقيم بالبصرة عادة، ويكون مكتب أعمال الرئيسي مثلا في دولة الكويت مثلا. هذا الشخص استنادا لمفهوم التصوير الحكمي ما يفقد موطنه بتغيير محل الإقامة المعتادة.
زين، هنا راح يظهر عندنا سؤال يتمثل بما الذي يترتب على هذا التصوير الحكمي من نتائج. اكو نتائج تترتب على هذا التصوير الحكمي لو ماكو؟ جواب نعم، اكو نتيجتين تترشحان عن هذا التصوير. النتيجة الاولى ان يكون لكل شخص موطن معين وهو المركز الرئيسي لمقر اعماله، وبالواقع هذا هو الموطن الاصلي الذي يثبت للشخص الطبيعي، الذي يثبت للشخص الطبيعي عند ولادته. ليش؟ لأنه عند عدم وجود محل إقامة معتادة للشخص، فإن ذلك لا يمنع من أن يكون له دائما مركز رئيسي ينسب إليه بحكم القانون. بحكم القانون، ركزوا على هالعبارة، لما نقول بحكم القانون معناها هو هذا التصوير الحكمي أو الافتراضي. النتيجة الثانية اللي تترتب على هذا التصوير الحكمي أو الافتراضي، لا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن. ما يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن، أي لا يمكن أن يكون له أكثر من مركز رئيس واحد. وذلك لأن سبب شنو؟ لأن التصوير الحكمي إنما يتميز بالوحدة ويبتعد عن التعدد. هاي نقطة خلوها في بالكم، التصوير الحكمي بيش يتميز؟ يتميز بالوحدة ويبتعد عن التعدد. يقول الشخص إلى موطن واحد اللي هو مركز رئيسي واحد إلى، وبالتالي ما يجوز أن يكون لشخص أكثر من موطن. هذا شنو؟ التصوير الحكمي. التصوير الواقعي شنو معناه؟ اللي هو هذا الاتجاه الثاني، قلنا ذاك التصوير الحكمي الاتجاه الأول، والاتجاه الثاني هو التصوير الواقعي. وفق هذا التصوير الواقعي يكون الموطن للشخص هو المكان الذي يقيم فيه شخص عادة. بسيطة الفكرة، ما بيها أي تعقيد. هناك الموطن الشخص بالتصوير الحكمي هو المحل، مركز أعماله الرئيسي، مركز أعماله الرئيسي، وممكن يكون عنده موطن إقامة إليه، ولكن التركيز وين يكون؟ يكون على مركز أعماله الرئيسي. بينما التصوير الواقعي هو الأوبوزيت من عنده، العكس من عنده. اللي شو يقول؟ يقول الموطن الشخص هو المكان الذي يقيم فيه شخص عادة، لذلك سميناه شنو؟ سميناه بالتصوير الواقعي. هذا التصوير يستند إلى الركن المادي، وهو عنصر السكن أو الإقامة الاعتيادية، سواء كانت هالإقامة دائمة أو مؤقتة. وين يركز هذا التصوير؟ يركز على الركن المادي. وعرفنا من خلال محاضراتنا السابقة شباب بأنه الموطن بركنين، اللي هو ركن مادي اللي هو عنصر السكن، والركن المعنوي اللي هو نية الإقامة في ذلك المكان والرغبة في الإقامة بذلك المكان. يعني نخلص إلى أنه التصوير الواقعي باختصار شديد هو المكان اللي يقيم به شخص عادة، ويركز أو يستند هذا التصوير الواقعي على الركن المادي المتمثل بعنصر السكن أو الإقامة الاعتيادية. نفس التسلسل بالطرح اللي ذكرناه قبل شوية بخصوص التصوير الحكمي، نقول شنو اللي يترتب على هذا التصوير الواقعي من نتائج؟ تترتب عليه نتائج؟ نعم، يترتب على هذا التصوير الواقعي نتائج مهمة. أولهم إمكانية، لاحظ، إمكانية تعدد الموطن بالنسبة للشخص الواحد. ممكن يكون عنده موطن في بغداد وفي أربيل، ممكن في بغداد وفي البصرة وفي كركوك، ممكن جدا يكون عنده شنو؟ يكون عنده للشخص أكثر من موطن. بينما هذا شنو؟ يختلف عن التصوير الحكمي اللي يقر بالوحدة ويبتعد عن التعدد. يقول لا ماكو تعدد بالحكمي، بينما بالواقع شنو؟ بالواقع يقول لك لا، ممكن أن يكون للشخص أكثر من موطن. اثنين، إمكانية انعدام الموطن. لاحظ هنا ايش دا اقول؟ بالتصوير الواقعي يقول لك ممكن يتعدد، ولكن بالنتيجه الثانيه شنو؟ ممكن ينعدم الموطن. ليش ممكن ينعدم الموطن؟ يعني ماكو موطن معناها. ليش؟ لان التصوير في الواقع يعتمد على فكره مهمه جدا، اللي هي فكره الاقامه الاعتياديه المستقره. اذا خلفت هذه الاقامه راح يصبح الشخص بلا موطن، كحاله عديم الجنسيه والبدو الرحل.
لاحظوا شباب، يعني لما هذا التصوير يستند إلى مسألة الإقامة المستقرة، فبالتالي إذا انعدمت الإقامة الاعتيادية المستقرة إيش راح يصير؟ راح ينعدم الموطن. هاي إحدى النتائج الخطيرة اللي تترتب على موضوع التصوير الواقعي للموطن. زين هاي الهوسة كلها هسه دا نحكي بيها إحنا، تصوير حكمي ونتائج وتصوير واقعي ونتائج. دا نشوف مشرعنا العراقي بيها أخذ بهاي بذاك، بيش أخذ بالحكمي بالواقعي؟ هذا سؤال مهم. إحنا الغاية من هذا الطرح دائما نركز بعدين على موقف مشرعنا اللي يهمنا قانوننا، إحنا دا نشوف وين بأتجاه راح. في الواقع عند تفحص النصوص القانونية العراقية الخاصة بالموطن راح نشوف إنه مشرعنا العراقي ما وضح لنا موقفه الحقيقي من التصوير الحكمي ولا التصوير الواقعي في مجال القانون الدولي الخاص. ركزوا بيا مجال، في مجال القانون الدولي الخاص ما قال لنا أنا أعتمد الحكمي أو أنا أعتمد الواقعي، بينما تشير الأحكام في القانون الداخلي. يعني لازم تفصل هنا ما بين شنو القانون الدولي الخاص، ما وضح مشرعنا العراقي موقفه من هذه المسألة، بينما إذا ترجع وين للقانون الدولي الخاص، للقانون الداخلي العفو اللي هو أقصد بالقانون المدني العراقي، يعني نشوف موقفه واضح وصريح. وفي الواقع أنه هذه النصوص الواردة في القانون الداخلي اللي هي بالقانون المدني العراقي في الواقع يمكن إعمالها في مجال القانون الدولي الخاص، يعني ممكن تطبيقها على واقع القانون الدولي الخاص، وبالتالي راح تلافى القصور التشريعي اللي وقع به مشرعنا العراقي لما ما وضح لي شنو موقفه من التصوير الحكمي والواقعي في مجال القانون الدولي الخاص. يعني عندي سبيس فراغ ما وضح لي، بينما إذا أجل القانون الدولي بالقانون الداخلي بالقانون المدني العراقي بأحكام واضحة وصريحة بالنسبة لتبني المشرع العراقي موقفه من الحكمي أو من الواقعي، بالإمكان إعمال هذه النصوص وعكسها وين على القانون الدولي الخاص. يعني بمعنى أنه تشير هذه النصوص القانونية الواردة بالقانون المدني العراقي إلى اعتماد مشرعنا العراقي المن، ركزوا شباب على هاي المعلومة، ركزوا عليها اللي هي شنو؟ اعتماد مشرعنا العراقي التصوير الواقعي. يعني أخذ شنو؟ أخذ بالاتجاه الثاني. دليلنا بهذا الكلام شنو؟ نلاحظ نص المادة 42 من القانون المدني العراقي رقم 40 سنة 51 اللي نروح لها ونشوف بصريح العبارة المشرع العراقي بالقانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 51 عرف الموطن بأنه هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بصفة دائمة أو مؤقتة، ويجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن واحد. يعني معناها شنو؟ هذا المفهوم هو مطابق تماما لطرح مفهوم التصوير الواقعي. وتشير المادة أيضا إلى أمكانية تعدد الموطن للشخص الواحد. إذا إذا أسألك شنو موقف المشرع العراقي من التصويرين، رأسا تقول لي أخذ مشرعنا العراقي بالتصوير الواقعي بدليل ما ورد بالمادة 42 من القانون المدني العراقي. خلصنا من مسألة التصوير، نروح إلى مسألة أخرى مهمة أيضا متقل الأهمية عن التصوير اللي هي الطبيعة القانونية للموطن. شنو الطبيعة القانونية للموطن؟ هل يعد الموطن من أنظمة القانون العام أم من أنظمة القانون الخاص؟ هل هو public أم private هذا الموطن؟ سؤال مهم جدا لازم نعرفه أيضا. الموطن هل يعد من النظام العام أم من النظام الخاص؟ لأنه إحنا شنا بهاي الدوخة بهذا السؤال دا أفصل ما بين العام والخاص؟ لا، هاي مو دوخة، هذا الموضوع مهم جدا لأن تترتب عليها نتائج خطيرة. لما نعتبره من القانون العام أكو نتائج تترتب على هالموضوع تختلف عن النتائج إذا ما اعتبرنا شنو من أنظمة القانون الخاص. الراجح بالفقه القانوني إن الموطن هو من أنظمة القانون شنو؟ الخاص. يعني الفقهاء كلهم تقريبا متفقين على أنه شنو؟ الموطن هو من أنظمة الخاص،
وليس من أنظمة القانون العام. ليش؟ لأنه الموطن يمثل الرابطة ما بين شخص ومكان معين بالذات تتركز به حقوقه وواجباته. نقطة راس سطر. ليش من أنظمة القانون الخاص؟ لأنه هو يمثل رابطة ما بين شخص ومكان. هذا في الواقع هو الأصل. هذا شنو؟ هو الأوريجينال، الأصل. ولكن تعرفون من خلال دراستنا للقانون بأنه إحنا لكل أصل استثناء ولكل قاعدة استثناء. هذا هو الأصل، إلا أن ذلك في الواقع ما يمنع من تأثير قواعد القانون العام على الموطن. يعني معتبرنا هو من القانون الخاص، ولكن إذا اعتبرنا من القانون الخاص هذا ما يمنع من تأثير قواعد القانون العام عليه. مثل إيش؟ مثال ذلك القانون المالي أو الضريبي. هذا القانون المالي أو الضريبي قد يتضمن هذا القانون المالي أو الضريبي أحكام تعدل مفهوم الموطن بالنسبة للأفراد الخاضعين لأحكامه بخصوص تحصيل الضرائب. انتهينا من موقف الفقه بالنسبة لمسألة اعتبار الموطن من النظام العام أم من النظام الخاص، وقلنا بأنه الراجح بالفقه هو اعتباره من القانون الخاص لأنه عبارة عن رابطة ما بين شخص ومكان. هذا شنو؟ هذا بالنسبة للموطن في القانون الخاص. أما الموطن في القانون الدولي الخاص، القانون الدولي الخاص شنو الموطن؟ هنا لازم نميز شباب. من أقول لك الموطن بالقانون الخاص تقول لي هو رابطة ما بين شخص ومكان تتركز به حقوقه وواجباته. واضحة بسيطة جدا، شخص ومكان رابطة تنظم وضعه بهذا المكان. هذا وين؟ هذا بالقانون الخاص، بالقانون الداخلي الخاص. زين، بالقانون الدولي الخاص شنو الوضع؟ يختلف لو ما يختلف؟ الجواب يختلف طبعا. ليش يختلف؟ لأنه الموطن يمثل هنا، وأقصد به هنا الدولي الخاص في القانون الدولي الخاص يمثل رابطة. هناك هم قلنا رابطة، بس الرابطة هنا منو منو؟ الرابطة ما بين شخص وإقليم دولة معينة بالذات. ركز هذا الفرق. هناك قلنا قبل شوية شنو؟ رابطة ما بين شخص ومكان معين بالذات اللي هو داخل إقليم الدولة، بينما بالقانون الدولي الخاص يقول لك رابطة ما بين شخص وإقليم الدولة كاملا، دولة معينة بالذات دون أن نراعي المكان المحدد اللي يقيم به شخص. يعني هو مثلا ساكن في بغداد على سبيل المثال، أنا ما أقول بالقانون الدولي الخاص هذا الشخص عنده رابطة بالمكان اللي هو في بغداد، لا، أقول هو الرابطة ما بين هذا الشخص هو سكنه في العراق. ركز، سكنه في العراق. بينما بالقانون الخاص شو أقول؟ أقول ساكن، رابطة ما بين هذا الشخص ومكان اللي هو في العاصمة بغداد. مثال ذلك، يعترف القانون الدولي الخاص مثلا بحق الأجنبي في القانون الدولي الخاص، يعترف بحق الأجنبي في التوطن على أقليم دولة غير دولته عندما تتحقق شروط قانونية اللي يحددها قانون تلك الدولة. إلا أنه في الواقع حق الأجنبي بالتوطن هو مو مطلق، أكيد مو مطلق، ما يكون مطلق بدون قواعد، وإنما مقيد بمصلحة وسيادة الدولة لحماية أنظمتها الاجتماعية والسياسية من الأضرار التي ربما تنجم عن الإقامة الدائمة للأجانب على أراضيها. لذلك نشوف تقييد القانون الخاص لأحكام القانون الدولي الخاص. ركز هنا، لما الدولة تتدخل وتحد من الإطلاق الموجود بإقامة الأجنبي حتى تراعي مصالحها وسيادتها، راح نشوف أن القانون الخاص قيد أحكام القانون الدولي الخاص. وكل هذا يؤكد أن الموطن في القانون الدولي الخاص هو من نظم القانون العام. هو من نظم شنو؟ هو من نظم القانون العام، لاقترابه من فكرة ماذا؟ لاقترابه من فكرة الجنسية الخاضعة لاعتبارات السيادة. راح أعطيكم واجب هنا يا شباب حتى أرفرشكم شوية وتقرون شوية. أريدك تخلي هذا السؤال يمك وتجاوب عليه. وضح بمطلبين القواعد الحاكمة للموطن في القوانين الإنجلو أمريكية. أعيد السؤال،
وضح بمطلبين القواعد الحاكمة للموطن في القوانين الإنجلو-أمريكية. هذا السؤال هو من الكتاب، موجود عندكم، إذا تقرأ وتتابع بالكتاب راح أشوفه أنا من الكتاب طلعت هذا السؤال. أريدك شنو تقرأ هذا الموضوع واعتبر نشاط لكم، يعني هذا النشاط أريد تنظموه، تكتبون أسماءكم على ورق وتطرح السؤال بهالطريقة هاي، وتسوي لي بمطلبين، مطلب أول ومطلب ثاني ومطلب ثالث حسب الموضوع، شوف إيش قد هو يتحمل. زين، بس أنا قايل لك بمطلبين، وضح لي القواعد الحاكمة للمواطن في القوانين الإنجلو أمريكية. وبالسلامة، من نلتقي السبت أريد يكون مهيأ عندكم السبت، تجيبوا لي على ورق، والما يقدر يجي لأي سبب من الأسباب أنا مدى ألزمكم بالحضور الكلي لأي سبب من الأسباب، ممكن زميلة صديقة أحد أصدقائه اللي يراجع الكلية ممكن يبعث لنا إياه ويوصل حتى أصح عليه، حتى أنطيكم درجات عليه، ويعتبر هذا نشاط، وهذا نشاط بسيط حقيقة، يعني ما عقدت عليكم، موجود بالكتاب تقدرون تقرؤ وتسوون إجابة عليه. ننتقل إلى سؤال آخر بهذا الموضوع، بموضوع الموطن. يتمثل هذا السؤال بدور الموطن في مجال القانون الدولي الخاص. الموطن إلى دور في مجال القانون الدولي الخاص لو ما إلى؟ سؤال مهم جدا. قلنا سابقا أن الموطن هو ارتباط شخص بمكان معين، تمام لولا؟ قبل شوية قلنا ارتباط شخص بمكان معين بالذات، لذلك يكون له دور مهم في مجال شنو؟ في مجال العلاقات الدولية، سواء في مجال الجنسية أم تنازع القوانين، وحتى في مجال تنازع الاختصاص القضائي وفي تحديد مركز الأجانب. وفوق هذا كله الموطن له دور حتى في مجال القانون الدولي العام. جدير بالذكر أن مشرعنا العراقي لم ينظم أحكام الموطن في القانون الدولي الخاص، وهذا قلناه قبل شوية، وقلنا بأنه الأحكام الواردة بالقانون الخاص ممكن إعمالها واستعمالها، وعكسها وين؟ عكسها على القانون الدولي الخاص. إلا أن للموطن في الواقع دور حيوي في جميع العلاقات الخاصة الدولية. نجي على فقرة فقرة، قلنا إلى دور مهم في مجال العلاقات الدولية وخاصة بالجنسية وتنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي وتحديد مركز الأجانب والقانون الدولي العام. نجي على دور المواطن في مجال الجنسية، شنو دوره المواطن في مجال الجنسية؟ أغلب تشريعات العالم تنص على جعل الإقامة المعتادة والتوطن في إقليم دولة معينة تعتبر شنو؟ شرط أساسي لاكتساب واسترداد أو فقد الجنسية. هذا أخذناه موضوع الجنسية، وشفنا بأنه حتى يأخذ جنسية لازم يعني يكون عنده إقامة معتادة ويتوطن على أقليم الدولة، وبعدين أكو إجراءات حسب قوانين الدول وحسب المدد اللي تحددها يقدم الطلب موافقة وزير الداخلية مثل ما عرفنا بقانوننا العراقي، وبالتالي شو راح يصير؟ راح يصير هنايا حصول على الجنسية. وتعرفون شباب احنا هنا ليش بدنا نحكي على موضوع الحصول على الجنسية؟ هذا يدل على وجود رابطة او ارتباط ما بين الموطن وما بين الجنسية. حتى يحصل على الجنسية يعني بدنا نحكي فوق شنو سؤالنا، دور الموطن في مجال القانون الدولي الخاص. القانون الدولي الخاص ايش بي فقرات باهم فقراته هي الجنسية، اهم فقرة من فقرات القانون الدولي الخاص، وأهم فقرات أيضا تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي ومركز الأجانب. هذه كلها فقرات أو مفردات القانون الدولي الخاص. الموطن إله علاقة بهاي المفردات لو ما إله؟ الجواب نعم. أول ما نجي ناخذ الجنسية راح نشوف بأنه حتى هذا الشخص يحصل على جنسية لازم شنو؟ تكون عنده إقامة معتادة. يعني شنو إقامة معتادة؟ يعني موطن. إذا الموطن صار إلى دور في مجال القانون الدولي الخاص لو ما إله، وبالذات بموضوع الجنسية، الجواب نعم، لأنه الجنسية ما ممكن يحصلها إلا إذا كان شنو؟ عنده إقامة معتادة أو توطن في إقليم دولة معينة.
وتعرفون يا شباب ان الاقامه المعتاده هي مثل ما درسنا به سابقا هي الركن المادي للموطن. الاقامه المعتاده قلنا الركن المادي للموطن حسب التصوير الواقعي للموطن. لهذا السبب في الواقع لا يوجد تشريع وضعي ما ينص على اشتراط الاقامه والتوطن لاكتساب الجنسيه الوطنيه بالتجنس. ماكو اي قانون الا يتطلب لازم شنو اكو اقامه واكو توطن حتى شنو هذا الشخص يكتسب الجنسيه. كما يظهر في الواقع دور الموطن في مجال الجنسيه بجانب اخر اللي هو جانب منه جانب تحديد المعامله الدوليه لمتعددي الجنسيه وعديمها. بهذا المجال يظهر عندي يظهر دور الموطن في مجال الجنسية وين؟ عند تحديد المعاملة الدولية للأشخاص متعددي الجنسية أو للأشخاص عديمي الجنسية راح يظهر دور الموطن. شلون يظهر؟ حيث يعتبر المعيار المعتمد اللي هو منه الموطن لغرض التفضيل ما بين الجنسيات ليش؟ لأن الموطن هو النظام القانوني اللي يحكم تنازع القوانين عند البحث عن القانون الواجب التطبيق. دليلنا بهذا شنو؟ المادة 12 فقرة 1 من اتفاقية نيويورك المتعلقة بالحالة الدولية لعديم الجنسية. وإذا شفنا المحاكم في فرنسا ألقينا النظر عليها راح نشوفها تطبق قانون الموطن على الأجانب عديمي الجنسية. يطبقون يا قانون الموطن على الأجانب عديمي الجنسية. أما إذا لم يكن لهم موطن فإنها إيش راح تطبق؟ راح تطبق قانون محل إقامتهم. لاحظ شلون؟ إذن للموطن إلى دور لما إلى دور بموضوع عديم الجنسية؟ إلى دور واضح. الفقه القانوني في الواقع يقر بوجود تطبيق قانون الدولة اللي يتوطن فيها عديم الجنسية أو يقيم فيها عادة. عرفنا هسه شنو دور الموطن في مجال شنو في مجال الجنسية. عرفنا انه الى دور زين الموطن الى دور في مجال تنازع القوانين لو ما الى وشلون اذا كان الى دور. عرفنا يا شباب ان الموطن سابقا قلنا يتكون من ركنين، ركن مادي وركن معنوي. عرفنا شنو الركن المادي وشنو الركن المعنوي. هنا لازم نعرف ايضا بانه الموطن في هذا المجال في مجال تنازع القوانين يعتبر معيارا مع معيار الجنسية، يعتبر معيارا أو ضابطا مع ضابط الجنسية في بيان وتحديد القانون الواجب التطبيق. من دا نقول مجال تنازع القوانين يعني أريد أعرف يا قانون أطبق. فالموطن زائدا الجنسية يعتبر معيار أو ضابط إسناد في تحديد القانون الواجب التطبيق. وبذلك أصبح الموطن في الواقع أحد ضوابط الإسناد المعروفة في تنازع القوانين خاصة بالمسائل المتعلقة بالأشخاص مثل الحالة والأهلية. ليش؟ لأن الأخذ بضابط ومعيار الموطن باعتباره أحد ضوابط الإسناد في مسائل الأحوال الشخصية سيمثل في الواقع الحل الطبيعي للموضوع ويجب اعتماده في حالة التنازع الإقليمي في القوانين المتعددة داخل الدولة الواحدة. ضوابط الإسناد شنو معناها؟ يراد بضابط الإسناد الأداة اللي بموجبها ربط المشرع الوطني المسائل القانونية اللي صنفها إلى فئات تتضمن عنصرا أجنبيا وقام بإسناد كل فئة منها إلى قانون معين. ومن هذه الضوابط ضابط الموطن، ضابط الجنسية، وموقع المال. هذا هو المراد بضابط الإسناد. إذا عرفنا في مجال تنازع القوانين أنه للموطن إلى دور باعتباره إلى جانب الجنسية يمثل معيار لتطبيق القانون الواجب التطبيق باعتبار الموطن أحد ضوابط الإسناد المعتمدة. زين الموطن إلى دور في مجال تنازع الاختصاص القضائي الدولي لو ما إلى مجال. في الواقع إن كافة تشريعات الدول المعاصرة
تنص على اختصاص محاكم الدولة في نظر القضايا المقامة ضد الأشخاص اللي هم منه المتوطنين فيها أو المقيمين بالدولة التي تقضي باسمها تلك المحاكم. يعني واضحة المسألة؟ يعني محاكم الدولة بالعراق، عندنا المحاكم العراقية راح تكون مختصة بنظر كل القضايا ضد الأشخاص اللي مقيمين بالعراق، وهاي المحاكم تقضي باسم دولة العراق. هذا شنو؟ تشريعات دول العالم كلها تنص، قانون الفرنسي كذلك، الإنجليزي، الأمريكي، الياباني، الكور، وهكذا إلى آخره. كما أن اختصاص المحاكم الوطنية في الواقع إنما ينعقد حتى لو شنو؟ لو كان المدعي أجنبيا مقيم في الدولة، شخص كندي مقيم بالعراق. محكمتنا تكون مختصة بنظر الدعاوى المقامة ضد هذا الشخص الأجنبي. ليش؟ استنادا لقاعدة إن المدعي يسعى إلى المدعى عليه في محكمته، أي إن محكمة المدعى عليه هي محكمة شنو؟ هي محكمة موطنه. أما عن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإن للموطن في الواقع دور بالغ الأهمية، حيث تنص كل التشريعات الوطنية على شنو؟ على اعتبار صدور الحكم المراد تنفيذه من محكمة مختصة دوليا، من بين أبرز الشروط الأساسية لصدور الأمر بالتنفيذ. خلاص عرفنا بأنه الموطن له دور في مجال تنازع الاختصاص القضائي الدولي. نروح إلى دور الموطن في مجال تحديد مركز الأجانب. إلى دور لو ما إلى دور الموطن هنا في مجال تحديد مركز الأجانب؟ في الواقع أن للموطن أهمية بالغة في هذا المجال، لأنه يحدد ما يتمتع به الأجنبي من حقوق بالدولة اللي يقيم بها. ليش؟ لأن قوانين الدول في الواقع تميز ما بين الأجانب المتوطنين في الدولة والأجانب غير المتوطنين في الدولة. تميز هاي القوانين، أكو مفاضلة ما بين المتوطنين وما بين الأجانب غير المتوطنين، وذلك عندما تمنح هاي القوانين للمتوطنين، إيش تمنحهم؟ تعطيهم حقوق في الواقع أكثر من الأجانب غير المتوطنين اللي يمرون بالدولة بصفة عارضة عابرة مؤقتة. ليش؟ لأن توطن الأجنبي بإقليم الدولة هذا يعني اندماجه مع المجتمع، وهذا يبرر منح حقوق. ليش دا أنطي حقوق أكثر من الحقوق الممنوحة لغير المتوطن؟ لأنه هذا الشخص اندمج مع المجتمع، وبالتالي لازم أفضل أنا كمشرع أفضل عن الأجنبي غير المتوطن. مشرعنا العراقي أخذ بهذا الاتجاه لو ما أخذ؟ في الواقع مشرعنا العراقي أخذ بهذا الاتجاه وأقر حقوق للأجنبي المتوطن بالعراق، وما أقر هاي الحقوق للأجنبي غير المتوطن في العراق. شلون؟ عد ما سمح للمتوطن الإقامة بالعراق، فإذا كانت مشروعة هاي الإقامة فإن القانون العراقي راح يكون شنو؟ راح يكون قانون هذا الأجنبي، عند الإشارة إلى تطبيق قانون موطنه في المواضيع الخاضعة لقانون الموطن. لذلك دا نشوف إحنا شنو؟ أكو مفاضلة بهذه المسألة. إذا ظهر عندي دور للموطن لو ما ظهر بمجال تحديد مركز الأجانب؟ نعم، لأنه اعتبر المشرع أنه التوطن والإقامة يعتبر تفضيل، سبب للتفضيل لهذا الأجنبي المقيم عن الأجنبي غير المقيم في العراق. الفقرة الخامسة والأخيرة في مجال دور الموطن تتمثل بدور الموطن في مجال القانون الدولي العام. هالحكي اللي حكيناه قبل شوية كله شنو؟ دور الموطن في مجال القانون الدولي الخاص. أما هنا هسه احنا راح نشوف الموطن إلى دور في مجال القانون الدولي العام لو ما إليه. شباب تعرفون درسنا العام الماضي مادة القانون الدولي العام، وأنا انطيتكم هاي المادة أتذكر، وعرفنا من خلال دراستنا لهذه المادة في السنة الماضية أن لكل دولة ذات سيادة سلطة، تمام؟ بسلطة بيش؟ في ممارسة اختصاصها، ومن بين هذه
الاختصاصات حق الدولة في منع الأجانب من الدخول. أني حسب يعني فلسفتي كدولة، حسب الجانب الأمني والاجتماعي والسياسي والاقتصادي، عندي سلطة أمنع الأجانب من الدخول لأقليم الدولة أو أسمح لهم بالدخول. عندي سلطة، كل دولة من الدول عندها هاي السلطة. فعندما تسمح الدولة للأجنبي بالدخول لأراضيها، فإن الفقه القانوني يعبر عن ذلك بمصطلح تركيزا وانتسابا. شو يسميه؟ مصطلح تركيزا وانتسابا، حتى وإن كان هذا الانتساب طارئ لذلك الأجنبي، حتى لو كان شنو الانتساب طارئ بالنسبة لذلك الأجنبي، وأن القانون الدولي العام هو من يتولى تنظيم أحكام. شوفوا هنا شنو القانون الدولي العام، وليس القانون الدولي الخاص. القانون الدولي العام هو من سيتولى تنظيم أحكام هذا التركيز أو الانتساب، حيث بموجب أحكام القانون الدولي العام يقع على عاتق الدولة التزام مهم مفاده توفير الحماية للأجنبي المتوطن في إقليمها. أكو التزام على الدولة أن توفر الحماية إلمن للأجنبي اللي متوطن على إقليمها. أبرز مثال على ذلك ما ورد في اتفاقية الأمم المتحدة في جنيف عام 51، اللي ضمنت توفير الحد الأدنى من المعاملة لعديمي الجنسية أو اللاجئين السياسيين. لما نقول اتفاقية، تذكرون درسنا بالقانون الدولي اكو اتفاقيات شارعة واكو اتفاقيات جماعية واكو اتفاقيات ثنائية، وهذه اتفاقية الأمم المتحدة تعد من شنو شباب؟ تعد من بين الاتفاقيات الشارعة. وليش سميناها شارعة؟ لأنها تتضمن أحكام عامة تكون بمثابة التشريع في النظام الداخلي. فبالتالي الدول المنضمة لهذه الاتفاقية تكون ملزمة بتنفيذ أحكامها. شو ضمنت هذه الاتفاقية؟ توفير الحد الأدنى من المعاملة لعديمي الجنسية واللاجئين السياسيين، ومنها بيش حقهم، ومن بأبرز حقوقهم حقهم في الإقامة والتوطن. وبالتالي فإن عدم التزام الدولة بتوفير الحماية للأجنبي إيش راح يعرضها درسنا؟ إذا ما التزمت الدولة بالتزام وارد باتفاقية دولية إيش راح يعرضها؟ راح يعرضها للمسؤولية الدولية الموجبة لمن؟ الموجبة للتعويض. سؤال آخر مهم هنا في محاضرتنا لهذا اليوم يتمثل بكيف يمكن تقييم ضابطي الإسناد الموطن والجنسية. شلون نقيمهم؟ أيهما يحمل مميزات أكثر؟ أيهما يحتل المركز الأول وأيهما يحتل المركز الثاني بالاعتماد؟ يعني إذا سووا يعني مفاضلة ما بين الموطن والجنسية. بمجال التقييم شباب لازم تعرفون أكو هناك من فضل معيار الجنسية، بينما أكو البعض الآخر فضل معيار الموطن. يعني شنو صار عندي؟ صار عندي اتجاهين أو رأيين. إذا نجي على واحد واحد من هذا الرأيين راح نشوف شنو الأسباب اللي يستندون إلها. الاتجاه الأول يقول لا، الموطن أفضل من الجنسية باعتبار ضابط إسناد هذا أفضل. ذول الناس يقولون بأنه الموطن شنو هو أفضل من الجنسية. ليش تفضيل الموطن على ضابط الجنسية؟ يستندون في الواقع لعدة مبررات، أبرزها يقولون معيار الموطن هو أسبق بالظهور من معيار الجنسية، لأنه لذلك راح يكون أفضل لأنه هو أقدم من عنده. هذا واحد. ويقولون لأن الموطن هو المقر القانوني للشخص ومركز مصالحه، لذلك من الطبيعي جدا أن يخضع هذا الشخص لمن؟ إلى قانون البلد اللي يتوطن به. هذا اثنين. الحجة الثالثة أو المبرر الثالث يقولون لأن الموطن بالغالب هو قانون القاضي. قانون منه؟ قانون القاضي، حيث يكون الأمر يسير وسهل جدا على القاضي عندما شنو؟ عندما يطبق قانون الموطن بدلا من تطبيق قانون الجنسية. يطبق قانون الموطن بدل من قانون الجنسية اللي ربما يقول لك اخطأ في فهمه أو في تفسيره بالنظر لوجود بعض الأحكام ربما اللي تكون غامضة به. هذول من هم؟ ذولا جماعة الاتجاه الأول اللي يقولون يا ترى الموطن كمعيار أفضل من الجنسية. الاتجاه الثاني شو يقولون؟ يقولون لا، المعيار الجنسية هو الأفضل. زين يابا أنتوا شنو حججكم بهذا الاتجاه؟ يقولون أولاً يضمن قانون الجنسية الاستقرار والثبات،
للقانون المطبق، بينما ما يتحقق الثبات والاستقرار في الموطن اللي يتغير بسهولة. لكن معيار الجنسية الذي لا يتغير بسهولة وإنما يتطلب إجراءات قانونية محددة. واضح يركز على مسألة شنو؟ الاستقرار والثبات. يقول لك هنا بالنسبة لل ما يتحقق الاستقرار والثبات بالموطن، بينما هذا يتحقق عندي وين؟ بالجنسية. ليش؟ لأنه الموضوع تغيير الجنسية يحتاج إلى إجراءات قانونية محددة لابد من اتباعها، وربما بعض الأحيان ما تكون يسيرة هذه الإجراءات. المبرر الثاني اللي يعتمدوه هو أنه رابطة الجنسية في الواقع هي أفضل من رابطة الموطن. ليش؟ يقولوا لي أنه رابطة الجنسية هي رابطة روحية، بينما رابطة الموطن هي رابطة مادية مؤقتة. وشتان ما بين الرابطة الروحية والرابطة المادية المؤقتة. لذلك فإن الأخذ بمعيار الجنسية إنما ينمي الشعور القومي لدى الأفراد، وما يؤدي هذا إلى شنو؟ استمرار علاقاتهم الوطيدة بدولتهم. هذا المبرر الثاني اللي دا يذكره، يقول رابطة روحية هي أفضل من الرابطة المادية المؤقتة. المبرر الثالث يقولون إنه ضابط الجنسية أفضل من ضابط أو معيار الموطن. ليش؟ باعتبار إن الأخير يعني الموطن إنما يمثل بقية من بقايا النظام الإقطاعي اللي جعل من الإنسان تابع علما للأرض. هاي مبررات كل فريق من الفريقين. البعض من فقهاء القانون يرون عدم صحة الاستناد إلى أحد الضابطين بصورة كلية مطلقة، وهذا رأيي في الواقع رأي محترم. يقول ما يصير آخذ بالموطن كاملة وأترك الجنسية، ولا يصير آخذ بمعيار الجنسية أو ضابط الجنسية كضابط إسناد وأترك معيار الموطن. ليش؟ لأنه في الواقع هناك عوامل وظروف تاريخية واقتصادية وسياسية واجتماعية ترتبط بهذا الأمر. مثلا نجد الدول الإنجلو-أمريكية تأخذ بضابط الموطن، احفظوها هذه. الدول الإنجلو-أمريكية ايش تأخذ؟ دائما تأخذ بضابط الموطن، بينما الغالبية العظمى من دول العالم ما تأخذ بضابط الموطن، وإنما تأخذ بضابط الجنسية. بينما نجد البعض من الدول يجمع ما بين الضابطين، ما بين ضابط الجنسية وضابط الموطن، مثالها اليونان. ننتقل إلى تساؤل آخر مهم جدا. تساؤلاتنا كلها مهمة حتى نوقف يم اكتساب وفقد واسترداد الموطن. نأخذ هذا التساؤل ونوقف بمحاضرتنا لهذا اليوم حتى ما نطول عليكم، اللي هو دور الموطن في القانون الدولي الخاص في القانون العراقي. دور الموطن في القانون الدولي الخاص في القانون العراقي، وهذا حقيقة يا شباب مهم جدا تركزوا لي عليه، ومطلوب من عندكم أيضا. أغلب التشريعات الوطنية يكاد ينعدم موضوع تنظيم أحكام الموطن، ومن بين هذه التشريعات التشريع العراقي. يعني شنو أكثر التشريعات ما نظمت أحكام الموطن، ومن بينها شنو؟ تشريعنا العراقي. ليش؟ لا توجد في التشريع العراقي الأحكام المنظمة للموطن في نطاق القانون الدولي الخاص، وهالمعلومة قلناها قبل شوية، وقلنا بالتالي ممكن إعمال النصوص القانونية الواردة بالقانون الخاص اللي أبرزها عندنا قانون المدني العراقي رقم 40-51، ممكن إعمالها على شنو؟ على نطاق القانون الدولي الخاص، طالما أكو سبيس فراغ عندي هنايا. ماكو بالتشريع العراقي أحكام منظمة للموطن في نطاق القانون الدولي الخاص، وإنما توجد أحكام خاصة بالموطن في القانون الداخلي. حاول في الواقع رجال الفقه وكذلك رجال القضاء مدها المن إلى مجال القانون الدولي الخاص، مع أهمية تطويعها حتى تكون متلائمة مع خصوصية الحياة الدولية الخاصة. لذلك يمكن القول يا شباب أن الموطن في القانون الدولي الخاص سوف يتخذ ذات المفهوم المتعارف عليه في القانون الداخلي العراقي. بين قوسين خلي لكم إياها،
الموطن في القانون الدولي الخاص راح ياخذ نفس المعنى الموجود في القانون الداخلي العراقي، بحيث يكون للشخص موطن في الدولة التي يقيم على إقليمها إقامة اعتيادية حسب المفهوم الواقعي للموطن. للموطن أهمية واضحة في القانون العراقي. للموطن أهمية واضحة في القانون العراقي، هذا تركزون عليه أيضا، ومن أقول لكم تركزون عليه يعني اعتبروه من المواضيع المهمة. القانون العراقي وين نلقى أحكام الموطن موجودة به؟ أكثرها في الواقع وردت وين؟ وردت في القانون المدني، وكذلك وردت بقانون إقامة الأجانب، كما وردت في قانون الجنسية العراقي رقم 26 لسنة 2006. شون اللي ورد بهاي القوانين حتى ننهي محاضرتنا لهذا اليوم؟ بالقانون المدني العراقي دمج المشرع العراقي فكرة الموطن بمحل الإقامة المعتادة، دمج ما بين الموطن وما بين الإقامة المعتادة. انظر المادة 42 مدني عراقي اللي أوضحت هذه المسألة، وأن الإقامة في الواقع تعد من بين الشروط استرداد الجنسية أو اكتسابها أو فقدها. كذلك في مجال تنازع القوانين أيضا أكو نص عندنا بالقانون المدني يوضح لنا شلون عالج المشرع العراقي أحكام تنازع القوانين في المادة 25 المدني العراقي اللي نصت على سريان قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطنا. وين يسري هذا القانون؟ على الالتزامات التعاقدية. كذلك ما ورد بالمادة 15 مدني بمقاضاة الأجنبي بالعراق إذا وجد في العراق، وبذلك واستنادا لهذه النصوص القانونية في القانون المدني العراقي، فإن الموطن هو الذي يحكم تنازع القوانين ويحدد الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم. واضح بالقانون المدني هنا عندي، يعني هو اللي يحكم شنو؟ يحكم تنازع القوانين ويحدد لنا الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم في العراق. إذن اكو احكام عندنا تخص القانون الدولي الخاص بالقانون المدني لو ما عندنا؟ الجواب عندنا اللي هي المادة 42 والمادة 25 والمادة 15 من القانون المدني العراقي. ننتقل لقانون إقامة الأجانب رقم 118 سنة 78. بظل هذا القانون يجب طلب الإذن للتوطن بالعراق. لابد من أكو نصوص قانونية صريحة راح نشوفها، يعني تقول لابد على حتى هذا الشخص يكون مقيم في العراق لابد أن يطلب الإذن، بشرط أن شنو؟ أن تكون المشروعية، أن تكون الإقامة مالته شنو؟ أن تكون الإقامة مالته مشروعة. وين هذا النص؟ النص هذا هو المادة 22 من القانون، اعتبرت المدة اللي يمضيها الأجنبي بالعراق بدون وثيقة إقامة أو بدون تجديدها، يعني عنده وثيقة وما جددها أو ما عنده وثيقة أصلا في الموعد المقرر، تعتبر إقامة غير مشروعة. هذا شي يعني أن الأجنبي لا يمكن إثبات توطنه إلا عن طريق شنو؟ إلا عن طريق حصوله على وثيقة الإقامة. إذن القانون اللي هو قانون إقامة الأجانب العراقي رقم 118 سنة 78 ضمن أحكام تخص التوطن لو ما ضمن؟ ضمن. وهذه المادة القانونية تركزون عليها اللي هي المادة 22 من هذا القانون. ننتقل إلى القانون الأخير اللي هو قانون الجنسية العراقية رقم 26 سنة 2006. أفضل هذا القانون لابد من الإقامة، يعني من أقول لابد من الإقامة شنو؟ يعني الموطن إلى دور مهم في قانون الجنسية، لابد من الإقامة المعتادة لمدة معينة لمنح واسترداد وفقد الجنسية العراقية، والأمثل على ذلك كثيرة. نجي على المادة 3 فقرة باء من هذا القانون، اعتبرت اللقيط الذي يعثر عليه في العراق مولودا في العراق ما لم يقم الدليل على خلاف ذلك. إذا ركزت على الموطن لو ما ركزت هاي المادة؟ الجواب ركزت على الموطن. المادة 4 من ذات القانون اشترطت على الشخص الذي ولد خارج العراق من أم عراقية وأب مجهول حتى يحصل على الجنسية العراقية أن يكون مقيما في العراق وقت تقديم الطلب. يعني شنو مقيما في العراق وقت تقديم الطلب؟ يعني معناها أنه الموطن إلى دور مهم في اكتساب الجنسية.
المثال الثالث المادة 5 من القانون اشترطت على الشخص الذي ولد في العراق من أب غير عراقي أن يكون مقيما في العراق بصورة معتادة لمنحه الجنسية العراقية. اشترطت الإقامة، ولما تشترط الإقامة شنو معناها؟ معناها أنه الموطن له دور مهم جدا حتى نمنح الجنسية العراقية. المثال الآخر المادة 6 فقرة دال من ذات القانون نصت على قبول التجنس لغير العراقي بشرط إقامته في العراق، بشرط شنو؟ إقامته في العراق عند تقديم طلب التجنس، بينما حددت الفقرة 3 من ذات المادة مدة الإقامة أن لا تقل عن 10 سنوات متتالية سابقة للطلب. لما اشترطت الإقامة معناها شنو؟ الموطن إلى دور مهم جدا لقبول التجنس. وأخيرا المادة 11 من ذات القانون نصت على ضرورة مضي مدة 5 سنوات لحصول المرأة غير العراقية المتزوجة من عراقي على الجنسية العراقية. يعني معناها شنو؟ معناها أنه اشترطت أيضا الإقامة لمدة 5 سنوات حتى تحصل المرأة غير العراقية المزوجة من عراقي على الجنسية العراقية. وكل هذا يعني أنه للموطن دور مهم جدا في القانون الدولي الخاص في العراق. لهنا شباب نوقف إلى فقرة نتناولها بالمحاضرة القادمة إن شاء الله، اللي هي فقرة اكتساب وفقد واسترداد الموطن. لهنا نوقف، وأتمنى شباب أن تقرؤون ويانا بالكتاب، وأي شيء ما فاهمي ما واضح عندكم ممكن تكتبوا لي وأنا جاوبكم وبكل سرور. وهسه نقولكم في أمان الله ونلتقيكم في محاضرة.